الإنسان عليه أن يكون صادقا، قم بأعمال كثيرة لا يعلم بها إلا أنت، وإذا خرجت المحيطين الذين حولك. أنا أعطيكم نماذج للصدقات الموجودة، يعني الخبايا التي يمكن أن يفعلها أي إنسان منا. يعني أنا أعطيكم نماذج وقصص واقعية. يعني ما قصة، عندما كنت إماما في جامع طه في الموالح الجنوبية، كان عادة جماعة المسجد هم الذين يفتحون الصناديق، صناديق التبرعات هذه لكل في كل شهر مرة، وتأتي لجنة حرصا على سلامة يعني أو أمان التبرعات وإلى آخره. ففي وكان عادة الإمام ما من ضمن هذه اللجنة، وكيل المسجد ومساعدي وجماعة المسجد. ففي يوم من الأيام حصل ظرف فطلبت أن أكون معهم، فلما دخلت معهم عندما كنا نفرز التبرعات ونحسبها وكذا إلى آخره، وقعت يدي على 100 بيسة لداخلها 5 ريال، 5 ريال عماني، ويعني أحيطت بخيط. فأنا تفاجأت، رفعت كذا قلت لهم يا إخوة إيش هذا؟ يعني إيش هذا؟ قالوا لي افتحها بتحصل داخلها 5 ريال. قلت كيف عرفتوا؟ قالوا نحن من يوم فتحنا هذا الجامع إلى الآن لم ينقطع عنا كل شهر مثل هذا التبرع، يظهر عندما يضع في الصندوق كأنه يضع 100 بيسة وفي حقيقته 5 ريال شهريا. قال دور دور بتحصل بعدك 4 مثلهن أو 5 ما أذكر. قال لأن إحنا ما فتحنا الصندوق 4 أشهر، وبالفعل ونحن نبحث عن مال وجدتها. فسبحان الله، نحن لا نعرف الآن من الذي وضع هذا الأمر ووضع على هذا العمل، لا يعرفه أحد. أعرف إنسانا يحول شهريا من حسابه ولا يعلم به أحد إلا من هو قريب منه، يحول مبلغ شهري لإنسان محتاج ولم يتوقف ولا يسمح لأحد بأن يعرف ذلك، بل وقال بعد وفاتي لا أريد أن يطلع أحد على هذا العمل وأريدكم أن تستمروا عليه، ويأمر بأن يستمر على هذا العطاء، هذه الصدقات، ومثل ذلك الكثير والكثير. القصة التي ذكرها الأستاذ طلال الرواحي جزاه الله خيرا في محاضرة من المحاضرات، أن أحد الأشخاص كان يعمل في السلك العسكري، وفي يوم من الأيام عندما ذهب إلى محل المواد الغذائية إذا به يشاهد صاحب المحل أو الدكان يرفع صوته ويعاتب ويطرد مجنونا من دكانه، فقال له لماذا تطرد؟ قال هذا مجنون يأتي ويأخذ ويشيل كل مرة يأخذ من المحل. فقال كم يقدر ما يأخذه؟ قال يعني على حسب. قال لا طرده، خلي يأخذ اللي يريده، أنا شهريا أجي أحول لك 15 ريال عماني. قال شهريا أعطيك مبلغ 15 ريال عماني. فمرت الأيام وأخبره بالبيت وأعطاه التفاصيل. مر الشهر الأول بعد استمراري، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، لم يأتي ذلك الشخص، فذهب ليطرق الباب، فقال له قبل 3 أشهر هذا الشخص توفي في حادث. يا لها من خبيئة، يا له من عمل صالح، يا له من سر مع الله عز وجل.